أهلا بيكم طلبة أولى ثانوي مدرسة أمون الزيتون. أنا أنطي أميمة، مدرسة الفيزياء مدرسة أمون الزيتون. طبعا احنا عارفين ان الفيزياء فرع من فروع العلوم، احنا درسناه قبل كده في السنوات السابقة سواء ابتدائي او اعدادي. خلاص، فأول باب عندنا بيتكلم على الكميات الفيزيائية، الكميات الفيزيائية خلاص، ووحدات القياس. طيب ناخد الفصل الأول، يبقى احنا عندنا الباب الأول الكميات الفيزيائية ووحدات القياس، هم عبارة عن فصلين. الفصل الأول بيتكلم عن القياس الفيزيائي، الفصل الثاني الكميات القياسية والمتجهة، وفي نفس الوقت في حاجات احنا درسناها منها في مرحلة إعدادي. طيب نعرف القياس، ما المقصود بالقياس؟ بيقول لي عملية القياس هي عملية مقارنة كمية مجهولة، هي عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى من نوعها. يعني إيه العبارة دي؟ وإيه الهدف منها؟ أولاً بقارن ما بين طول وطول، ممكن طولك وطول زميلك، كتلة وكتلة، وزن ووزن، يبقى أنا عايزة أقارن ما بين كميات فيزيائية من نفس النوع عشان أشوف عدد مرات احتواء الأولى على التانية، يعني مين أكبر ومين الأقل. خلاص؟ طيب يبقى القياس لازم يكون من نفس النوع عشان يكون لها نفس الوحدة. سهم التحت. طب تمام. طيب إذن عناصر عملية القياس هي: واحد الكميات الفيزيائية، اتنين أدوات القياس، تلاتة وحدات القياس. هقول لكم مثال صغير جدا، يعني مثلا لما أجي أقول الطول، الطول كمية فيزيائية. طيب أنا بقيس الأطوال بإيه يا جماعة؟ ممكن بقيسها بالمتر، ممكن أقيسها بالقدمة ذات الورانية، ممكن أقيسها بالمايكرومتر. طبعا على حسب الطول ده كبير يبقى انا بستخدم المتر. طب حاجة صغيرة جدا زي سمك مثلا القلم او سمك المسطرة يبقى انا محتاجة القدمة ذات الورانية والمايكرومتر. خلاص؟ طيب ايه وحدة قياس الطول؟ في عندي اكتر من وحدة، في عندي السنتيمتر، في المتر، في الكيلومتر معايا. يبقى كل كمية فيزيائية يا جماعة ليها أدوات قياس، ليها وحدات القياس. احنا قلنا عناصر القياس الكميات الفيزيائية، أدوات القياس، وحدات القياس. ناخد أول حاجة الكميات الفيزيائية دي، بقسمها لنوعين ألف وب. ألف اللي هي الكميات الأساسية، ودي الطول والزمن والكتلة، الطول والزمن والكتلة. خلاص؟ يبقى ده أساس عندي، أنا بشبهها بالأب والأم أساس البيت. طيب غير الطول والزمن والكتلة بسميها بكميات مشتقة. الكميات المشتقة زي مثلا الحجم، هو الحجم بينتمي إلى الطول، خلاص يبقى أصبح كمية مشتقة من الطول. طب السرعة، إحنا دارسين السرعة في تالتة إعدادي إنها عبارة عن الطول مقسوم على الزمن، إذا أصبحت السرعة مشتقة من حاجتين، الطول والزمن. العجلة نفس الشيء مشتقة من الطول ومربع الزمن، برضو يبقى أصبح في العجلة كمية مشتقة من الإيه، كمية أساسية اسمها الطول والإيه والزمن. طب تعالوا نشوف المثال اللي بكتب قدامنا، حجم متوازي مستطيلات. طبعا كلكم شطار في الرياضة، كنا بنقول الطول في العرض في الارتفاع. طب ما هو الطول ينتمي للأطوال، العرض والارتفاع برضو أطوال، يبقى حولناها لاسم جديد اسمه الكمية المشتقة للحجم، وهكذا في السرعة والعجلة والقوة. طيب تعالوا نتكلم على ثانيا وحدات القياس. أولا كان في محاولة من العلماء لوحدات القياس للكميات الأساسية، فعندي ثلاث أنظمة، نظام اسمه الفرنسي للعالم جاوس، نظام بريطاني، نظام المتري. خلاص تعالوا نشوف جاوس او النظام الفرنسي كان بيقول الطول بالسنتيمتر، الكتلة عايز يقيسها بالجرام، الزمن بالثانية. طب ده النظام الفرنسي، يبقى سنتيمتر جرام ثانية.
عشان كاتب لي، عشان كده كاتب لي سي جي اس، سي سنتيمتر جي جرام اس سكند اللي هي السنة. طيب النظام البريطاني قال انا هستخدم للطول القدم اللي هي فوت، الكتلة الباوند، الزمن السنة، عشان كده سميناه اف بي اس، فوت باوند سكند. اخر نظام اسمه نظام المتري ام كي اس، بمعنى الطول بالمتر، وخدنا اول حرف ام كابيتال، يلي الكتلة بالكيلوغرام فخدنا كي، الزمن بالثانية فخدنا اس. طب ملاحظين ان هم التلات انظمة اتفقوا على قياس الطول بايه؟ سوري الزمن بايه؟ بالثانية، ولكن اختلفوا في قياس الطول والكتلة. خلاص؟ طيب في حاجة عندي اسمها المعادلة الرياضية. احنا واخدين معادلات لسه بنقول مثلا السرعة بتساوي الايه؟ الطول على الزمن. طب ما دي معادلة رياضية، انا بعد كده مش هكتبها بالكلام يا جماعة، هنكتبها بالرموز اللاتينية. فعشان كده بنقول المعادلة الرياضية صورة مختصرة لتوصيف فيزيائي. خلاص؟ يطول شرحه بالكلمات. انا مش عايزه اتكلم دلوقتي اقول كلمات، انا عايزه اقول رموز. احنا في عصر السرعه، فبالتالي هناخد مثلا السرعه في جاي من كلمه فيلوسيتي، بتساوي الطول اللي هو ال على الزمن اللي هو بنقول عليه ايه. طيب نبدا بقى في نظام اسمه النظام الدولي الحديث او النظام الدولي للوحدات، بنسميه اس اي. خلاص؟ طيب النظام دوت بيضم كميات فيزيائية كتير، منها الطول والكتلة والزمن الأساسي. خلاص؟ وهناخد معاهم في جدول عندنا هنلاقيه في الكتاب إن شاء الله، بيضم 10 كميات فيزيائية، الطول بالمتر، الكتلة بالكيلوغرام، الزمن بالثانية، شدة التيار كلنا كنا فاكرين بالأمبير. خلاص؟ شدة الإضاءة بناخد لها الكاندل. في عندي كمان حاجات خاصة بالمدرسين الرياضة زي الريديان والاستريديان اللي هي موجودة قدامنا على الشاشة، عشان دي حاجة جديدة علينا شوية. فالريديان بقيس بيه حاجة اسمها الزاوية المسطحة، وده بيخص الفراغية عند مدرسين الرياضة. الاستريديان اللي هو بيخص الزاوية المجسمة. احنا لا معلش، الراديان يا جماعه بنقيس بيه حاجه اسمها الزاويه المسطحه. انتوا كنتوا بترسموا الزاويه الحاده والمنفرجه والقائمه. خلاص؟ فدي كنا بنقول مثلا ايه زاويه القائمه 90 درجه، احنا ممكن نقول 90 راديان. انما الزاويه المجسمه اللي هي قلنا دي خاصه بالفراغيه معايا، فدي بنقيسها بحاجه اسمها الاستريديان، ودي بتبقى محاطه باكتر من سطح، يعني ثلاث أسطح زي الأهرامات محاطة بأكتر من سطح. فبالتالي ممكن أقول الزاوية اللي في المنتصف دي لو هي مثلا 60 أو 60 استريديان. طيب احنا كده خلصنا الكميات الفيزيائية، وحنبدأ نتكلم على أدوات القياس. أدوات القياس الطول، الكتلة والزمن. طيب تعالوا نبص على الصورة اللي قدامنا كده، بيقول لي أدوات القياس قديما وحديثا. فالطول هنلاقينا بنقيس بيه، بنقيسه بالشريط المتري، المتر العادي اللي عندنا في البيت. طيب لو حاجة صغيرة في كشكول مش هستخدم الشريط المتري، هستخدم المسطرة عشان مثلا أعين 5 سنتي مثلا وأنا برسم أي زاوية. القدم ذات الورانية دي بتبقى موجودة عند الحداد عشان يديني سمك الحديد اللي أنا عايزاه معايا. المايكرومتر لو رحنا لأي واحد بتاع إزاز هتلاقي عنده المايكرومتر بيديني سمك الإزاز، عايزة 3 ملي 6 ملي. فمن هنا الطول ليه أكتر من أداة، وبالتالي على حسب إيه الطول ده، كبير أوي صغير، صغير جدا زي سن القلم. إحنا مثلا بنقول بروح للراجل أقول له عايزة سنون 7 ملي، طب هو عارفها منين؟ بالمايكرومتر. طيب رقم 2 الكتلة، كلنا عارفين في الميزان الروماني ده اللي بنلاقيه عند الجزار، عشان في رمانه في المنتصف فسميناه ميزان روماني، ده الكتل الكبيره. ميزان ذو كفتين كلنا عارفين بنقيس بيه الايه الكتل اللي هي مثلا 2 كيلو طماطم، كيلو الحاجات البسيطه. الميزان ذو الكفه الواحده برضو ممكن اعين بيه نص كيلو كيلو،
وفي بقى اللي هو الديجيتال اللي احنا بنسميه الميزان الرقمي، كلنا بنروح السوبر ماركت ونشوف الكلام ده. طيب طيب اخر حاجه عندي الزمن. في الساعه الرمليه ده اجتهاد كان قديم كده، وكلكم برضو خدتوا فكره عنها في مرحله اعدادي. ساعه البندول لما نشوفها عند محل الساعات او في بيت تيتا وجده هتلاقوا ساعه البندول، لان في بندول بيتحرك. الستوب ووتش او ساعه الايقاف لا اما في الساعات لا اما مع الكابتن في النادي او في المدرسه. والساعه الرقميه اللي هي بتديني الايه الساعه مثلا بالرقم، مثلا الساعه 2 و2 دقيقه و2 ثانيه، دي الساعه الرقميه. طيب احنا هنكتفي بقى بالجزء اللي احنا اخدناه دوت، نذاكره كويس، نحل عليه اسئله على قد ما نقدر، وان شاء الله المره الجايه نتكلم على الوحدات المعياريه. شكرا لكم.